ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده هكلمكم عن الندم. الندم او زي ما انا بسميها لعنة الندم. اول ما بنقول كلمة الندم دي بيجي في مخنا كده حاجات حصلت في الماضي، حاجة منطقية جدا، احنا ندمنا على حاجة حصلت في الماضي، ما ندمناش على حاجة لسه هتحصل. وفي نوعين من الندم. النوع الاولاني الندم على حاجة في الماضي، بس الحاجة دي احنا السبب فيها، حاجة عملناها غلط فندمنا عليها. ممكن يكون احنا عملناها غلط عشان احنا ما عندناش الاكسبيرينس او الخبرة الكفاية اللي احنا نعملها صح فعملناها غلط، وده النوع الاولاني وده عادي. نيجي بقى للنوع التاني وهو الاهم بالنسبة لي، الندم على حاجة حصلت انت مالكش دعوة بيها او انت مالكش دخل فيها. انا ليه اتولدت في مصر؟ طب ليه بابايا مش غني؟ طب انا ليه معيش 1,000,000 جنيه؟ كل دي حاجات احنا مالناش دخل فيها. او مثلا انا ليه ما عنديش عربية زي فلان؟ بس دي كده مش ندم، دي غيرة. ممكن نعمل فيديو عن الغيرة قريب، انا لسه جايلي الفكرة دلوقتي اصلا بعمل فيديو، فهنعمل فيديو قريب عن الغيرة. فدي فرصة ان اقول لك اعمل سبسكرايب في اليوتيوب عشان تستنى الفيديو بتاع الغيرة اللي هنعمله ده. نرجع لموضوع الفيديو بتاعنا، احنا قلنا النوعين بتاع الندم. اقول لك بقى دلوقتي الحلول بتاعت المشكله دي. النوع الاولاني بتاع الندم على حاجه انت عملتها، انت السبب فيها، انت الغلطان، الحل بتاعها سهل. وانا من وجهه نظري شايف ان هي مش حاجه وحشه، دي حاجه حلوه اصلا، انك تعمل حاجه غلط وبعد كده تتعلم الصح بتاعها. انت جاي بتاخد كده خبره او بتاخد كده اكسبيرينس لحاجه معينه، المره الجايه تعرف تعملها صح، ودي اهم حاجه في الموضوع كله. الاهم بقى النوع الثاني، حاجه انت ندمان عليها بس انت مالكش يد فيها اصلا، ودي انا شايف ان الحل بتاعها في ايدك انت. انك مثلا معكش الفلوس الكفاية انك تجيب حاجة معينة فانت ممكن تحوش وتجيبها، انك مثلا اتولدت معكش فلوس كفاية او انت مثلا في عيلة مش غنية قوي فانت ممكن تاخد خبرة او اكسبيرينس كفاية او كورسز او حاجات معينة تاخدها عشان تنمي بيها نفسك وتشتغل الشغلانة اللي انت بتحبها فيبقى معاك فلوس، فانت كده حليت المشكلة. ايا كان النوع الاول او التاني فهو في الاخر اسمه ندم، ندم على حاجة في الماضي. واحنا ما بنبصش لحاجة ورا، احنا دايما بنبص لقدام. وحاجة اخيرة، ما تنساش تعمل فولو للانستجرام عشان ما تندمش بعدين. وانا اسف ان انا ما عملتش فيديوز الاسبوعين اللي فات دول، كنت منقطع خالص ما نزلتش اي فيديو خالص، فمكملين ان شاء الله وفي فيديوهات قويه جدا نازله. وطبعا عشان تتفرج عليها ما تنساش تعمل سبسكرايب في اليوتيوب وتدوس كده علامه الجرس اللي جنبيه عشان يجيلك نوتيفيكيشن اول ما انزل اي فيديو. وبس كده، دوس يا كوتش، السلام عليكم.